اهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده يا حلوين يا محترمين. نعمل ريفيجن سريع علشان اختبار شهر مارس. تمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح. وبالنسبه لاولاد اللي الدروس المتبقيه، ان شاء الله الاسبوع الجاي هننجز معظم الدروس. محدش يقلق، محدش يخاف، كله هيخلص وهنراجع ونحل مود الاكزام وكل حاجه. ربنا معاكم وربنا يوفقكم. نشوف مع بعضينا يا حلوين بعض الاختبارات اللي نزلها كتاب المعاصر بخصوص امتحان شهر مارس. أول سؤال يا أولاد بيقول The wind movement، حركة الرياح، has عندها نقط energy which move the windmill's blades. الرياح عندها طاقة ايه اللي بتحرك الريش بتاع الويند ميلز اللي هي الطواحين الهواء؟ طبعا عندها ايه؟ الويند عندها كينيتيك، يبقى كينيتيك انرجي. اوكي، حركه الرياح عندها طاقه حركه هي اللي بتحرك الويند ميلز بليدز. اتنين، ذا ريزون اوف فلوينج اوف ريفر ووتر داون هيل. اوكي، ريزون سبب flowing river water، مرور مية النهر داون هيل، من على المنحدرات، يعني من المكان العالي الى المكان القليل. قوة ايه؟ قوة الجاذبية، يبقى gravitational force. تلاتة، the formation of canyon، تكوين الاخدود. فاكرين عبارة عن ايه يا ولاد؟ عبارة عن وادي عميق بين جبلين. ده بياخد ايه؟ بياخد منييرز، سنوات عديدة. اربعة، all the following from causes of chemical weathering، كل اللي جاي ده يا ولاد من ضمن اسباب التجوية الكيميائية. كلمة التجوية اللي هو كسر الصخور وتحويلها الى الصخور الصغيرة small particles. كان عندنا نوعين، كيميكال وميكانيكال. بيقول مين كل اللي جاي ده من ضمن الاسباب التجويه الكيميائيه، اكسبت ما عدا كلاودز، لان التجويه الكيميائيه كانت بتتم عن طريق الاسيد رينز والاكسجين والووتر. فاهمين يا اولاد؟ اوكي، اللي بعده. خمسه، sand is formed due to breaking down of sand، الرملة تتكون نتيجة breaking down of rocks. اللي بعده، test 2، without sunlight all the following، كل اللي جاي ده without، بدون الشمس، أشعة الشمس، بدون ضوء الشمس، كل اللي جاي ده items، كل العناصر اللي جايه دي ها will negatively affect، كل ده تأثر بشكل سلبي بدون اشعه الشمس، ها بدون ضوء الشمس، كل ده يتأثر بشكل سلبي except rocks. rocks مش هتتأثر، لكن البلانت والهيومن والانيمال تتأثر. اللي بعده، river water evaporate by the help of heat، river water ميه النهر تتبخر بمساعدة الحرارة الناتجة من طبعا الصن. اللي بعده، لايكنز دي يا ولاد living organisms، كائنات حية تشبه النباتات، كانت بتنتج نوع معين من الأسيدز، بتعمل عملية breaking down of rocks. فاهمين يا ولاد؟ كانت تبع الكيميكال ايه؟ الكيميكال ويذرنج. يبقى هنا اللايكنز produce acids. خلاص يا ولاد؟ اللي بعده، أربعة، which of the following arrangement، مين اللي جاي ده، مين الترتيبات اللي جاي دي يا ولاد، مين الترتيبات اللي جاي دي is correct about reshaping earth's surface، من اللي جاي ده ترتيبه صحيح من خلال او من حيث ايه يا ولاد؟ reshaping earth surface، يعني اعادة تشكيل سطح الارض.
إعادة تشكيل سطح الأرض كان بيتم عن طريق يا ولاد 3 عوامل بالترتيب: ويذرنج، إروجن، ديبوزيشن. يبقى هنختار دي، هي دي الإجابة. اللي بعده يا محترمين، ان ووتر توربين نقط انرجي اوف ووتر، في التوربينات المائيه الطاقه نقط بتاعه المايه تشينج انتو الكتريك، طبعا كاينيتيك انرجي. فاهمين يا اولاد؟ نشوف اللي بعده. تيست 3، النموذج الثالث يا اولاد، solar energy is converted into الطاقة الشمسية تتحول إلى طاقة نقط في الجرين هاوس، البيوت الزجاجية. الطاقة الشمسية بتتحول إلى إيه؟ thermal، طاقة حرارية. 2، جرين هاوس allow farmers، الصوبات الزجاجية تسمح للفلاحين إن هم يزرعوا المحاصيل that only grow، اللي بتنمو فقط فين؟ ها؟ في الورم كلايميت، المناخ الدافئ. اللي بعده، بص، مودرن ويند توربين اند مودرن ووتر توربين، كل من التوربينات الحديثة اللي بتعتمد على الرياح والتوربينات المائية الحديثة كلهم ار سيميلر، متشابهين. ان متشابهين في ايه؟ الاتنين بيولدوا لهم قدرة على توليد الطاقة الكهربائية، يبقى ability to generate electricity. اللي بعده، all the following are renewable energy resource، كل اللي جاي ده renewable، مصادر متجددة، except على طول كل. ليه؟ لأن الكل non renewable. 5، the dropping of sediments، إسقاط الرواسب أو سقوط الرواسب in new place، لما الرواسب ها زي السمول بارتكلز او الساند او الروكس او السويل لما تروح لمكان جديد وتبدا تترسب على بعضيها، ده اسمها ايه؟ اسمها ديبوزيشن، الترسيب. اللي بعده يا محترمين، تيست 4، بوث ووتر فولز، كل من مساقط المياه ونقط تعتبر رينيوبل انرجي ريسورس، مصادر متجدده. طبعا هي بتتكلم على مين؟ الووتر فول، يبقى ناخد معاها الويند لان الويند رينيوبل. 2، ذا تشينج اوف انرجي، تغيرات الطاقه في نقط از اوبوزيت، عكس تغيرات الطاقه في الويند توربين. لازم نعرف الويند توربين ايه تغيرات الطاقه اللي بتتم فيها. الويند بتحول الكاينيتيك لالكتريك، يبقى انا عايز اشوف حاجة العكس من إلكتريك لكاينيتيك، مين بقى في دول بيحول من إلكتريك لكاينيتيك؟ إلكتريك فان، المروحة الكهربائية بتعتمد على الكهرباء، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية من إلكتريك لكاينيتيك، عكس الويند توربين من كاينيتيك لإلكتريك. 3، يوزنج كونفرجن، كونفرجن دي يعني مجمعة، استخدام إيه المجمعة؟ ها ان كوكينج فود، في طهي الطعام، يعتبر من احد بينيفيتس، وظائف استخدام السولار انرجي، اني حاجه كانت بتجمع الضوء واستخدمها في طهي الطعام، طبعا الميرور. وهنا كلمه كونفرجنت لها اسمين تاني، كونكيف، وايه كمان يا اولاد؟ كونفرجنت وكونكيف، وايه يا اولاد؟ وكيرفت. اللي بعده، 4، روكس كان بي بروكن داون انتو سمول بارتيكل، الروكس الصخور ممكن تتكسر الى اجزاء صغيره باي اكسبوجرينج تو اول اوف ذا فولوينج، بالتعرض للحاجات دي كلها اكسبت ايه؟ مون طبعا، لكن ممكن لما تتعرض للرين ووتر الويند ووتر ويفز كلها دي ممكن تكسر الصخور، لكن المون ملوش علاقه بتكسير الصخور. اللي بعده، when water freezes، لما المية تتجمد it expand، بتتمدد. this means that طالما المية بتتجمد وبتتمدد ده معناه ان حجمها بيكبر، وده بيعمل عملية ايه؟ withering، يبقى its volume increase. اختار له دي. خلاص يا ولاد، اخر تيست مع بعضينا، تيست 5، in the water cycle، في دورة المية، water not seen it not before falling in the form of rains، لما المية
يحصل لها عملية ووتر سايكل، المية الأول بتتبخر وبعد كده بتتكثف تتحول إلى كلاودز، وبعد كده الكلاودز تنزل علينا في صورة أمطار. يبقى هنا في دورة الماء الووتر ايفابوريتس ثم ذن ات كوندنس، يبقى بتتبخر ثم تتكثف وتتحول إلى كلاودز قبل ما تسقط علينا في صورة رينز. اللي بعده using of water to generate electricity، استخدام الماء لتوليد الكهرباء depend on places، استخدام الماء لتوليد الكهرباء ده بيعتمد على الأماكن اللي ممكن نحط فيها السدود، where dams are built، ممكن نبني فيها سدود on river، لكن لو مكان ده ما ينفعش نبني فيه سد مش هينفع نستخدمه في توليد الكهرباء. تلاتة لايمستون الحجر الجيري كيفز، الكهوف بتاع الحجر الجيري كانت بتتكون نتيجة ايه؟ كومباينيشن، اتحاد، كانت المية تنزل الأمطار الحموضية تنزل تدوب المينرال المعادن وحاجات تتحد مع بعضها تدي حاجة اسمها لايمستون ويفز، فاللايمستون ويفز بتتكون نتيجة اتحاد ديزولفد مينرالز معادن ذائبة. اللي بعده خلاص يا ولاد، هنا كومبينيشن معناها ايه؟ اتحاد. رقم أربعة جنتل ويند، الرياح الخفيفة كان كاري، ممكن تحمل نقط فور الشورت ديس، بتعمل ايه؟ ها كانت بتعمل ايه؟ طبعا ساند جرينز. هل كانت بتعمل سيديمنتري روكس، صخور صوبية، لارج بادي، بيج ماس؟ لا، كانت الرياح الخفيفة لها القدرة على حملة ساند جرينز، حبيبات الرمال الصغيرة. خمسة وين ريفر ذات كاري السيديمنتس، لما النهر اللي بيحمل السيديمنتس، السيديمنتس دي الرواسب، ممكن تكون روكس، ممكن تكون سويل، ممكن تكون ساند، لما النهر يحملها وتقابل البحر وممكن تفيض وتترسب الحاجات دي وتكون حاجة اسمها ايه؟ دلتا، والدلتا كان شكلها ايه؟ مثلث الشكل، فاكرين؟ يبقى تريانجل شيب دلتا، وقلنا قبل كده كلمة دلتا كلمة إغريقية معناها شكل مثلث كده، فاهمين يا ولاد؟ يبقى لما الريفر اللي بيحمل السيديمنتس ممكن يقابل السي، ايه اللي ممكن يتكون؟ تريانجل شيب دلتا. دي يا ولاد النماذج اللي نزلت من كتاب المعاصر، وفيها أسئلة جميلة وظريفة، أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا معايا، ربنا يوفقكم وربنا يكون معاكم وتجيبوا أحلى الدرجات، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.